السلام عليكم. موضوعنا هنروح بيه لغاية محافظة الدقهلية، تحديدا مركز المنصورة، مساكن الجلاء. الجريمة اللي حصلت سنة 2015، البنت اللي عندها 41 سنة أسماء، اللي توفت بعد والدتها بفترة قريبة أو بفترة بسيطة. أسماء كانت عندها 41 سنة، في الوقت ده كانت عايشة هي والدتها في مساكن الجلاء في محافظة المنصور، في محافظة الدقهلية مركز المنصور. بعد ما والدتها على طول توفت، أسماء عاشت وحدها في البيت. كل أهل المنطقة عارفين إن أسماء بنت كويسة متدينة في حالها، ملهاش دعوة بأي حد، ولكن عايشة في وحدها في البيت بعد وفاة والدتها رحمة الله عليها. زي ما قلنا الكلام ده كله حصل سنة 2015. المهم بعد فترة من وفاة والدتها، شرطة النجدة تلقت بلاغ بوجود جثة في مكان مساكن الجلاء، بيت أسماء، بعد ما والدتها زي ما قلنا توفت بفترة بسيطة. الشرطة دخلت في الوقت ده ما لقتش أي آثار اعتداء جوه البيت، يعني مفيش حد دخل جوه البيت بالعافية أو كسر الباب أو أي حاجة من الحاجات دي كلها، ولكن كل اللي وجدوه جثة أسماء مطعونة بأكتر من 3 طعنات وكدمة كبيرة جدا في راسها. كل ده سنة 2015. المهم شرطة النجدة في الوقت ده على طول بلغت مديرية الأمن، مديرية الأمن المباحث كلها جت عملوا كوردون أمني، ولغاية 2015 لغاية 22 الجريمة ما تحلش اللغز بتاعها، ما كانوش يعرفوا مين اللي قتل أسماء، ما كانش فيه زي ما قلنا أثار اعتداء جوه الشقة نهائية، يعني الدخول كان باين إن هو دخول عادي جدا. المهم الموضوع اتقفل من 2015 لغاية سنة 2022، اتقفل لأن الشرطة في الوقت ده ما عرفتش مين الجاني في حاجة زي كده. جابوا كل الناس المقربين من رحمة الله عليها أسماء، جابوا كل الناس المشتبه فيهم، ولكن مفيش حد قدروا ان هم يثبتوا عليه حاجة معينة. المهم قعدت حكاوي على القهوة ما بين 2 شبان عندهم 27 سنة، واحد منهم اتكلم كلام معين سمعته احدى المصادر السرية او الشرطة السرية في الوقت ده وهم قاعدين، او الرجل ده تحديدا وهو قاعد. بعدها عرفوا على طول ووصل المعلومة لضابط المباحث، الكلام ده كله في الوقت اللي احنا فيه، وصلوا المعلومة قال له فلان الفلاني اللي عنده 27 سنة وهو قاعد بيهلفط في الكلام بعد قعدة حشيش. المهم قال احنا عملنا جريمة قتل سنة 2015 لبنت كيت وكيت وكيت. رئيس المباحث على طول جاب ملف القضية بتاع رحمة الله عليها أسماء اللي مقفول من 7 سنين، وبدأ ان هو يدور فيه تاني، وبدأ ان هو يحل اللغز او يفك طلاسم اللغز لمقتل رحمة الله عليها البنت أسماء اللي عندها 41 سنة. المهم في الوقت ده على طول رئيس المباحث اشتغل بالمصادر السرية بتاعته، عرف الشخص ده رايح فين وجاي منين، بدأ ان هو يجيبه ويتعقبه ويعرف خطواته أول بأول لغاية لما عرف كل تفاصيل حياته. رئيس المباحث جابه وقعده قدامه، حكاله على الموضوع من الأول للآخر، تضييق الخناق عليه الولد اعترف بكل حاجة. 27 سنة، قال له 2015 يعني من 7 سنين كنت جار أسماء رحمة الله عليها، في الوقت ده أسماء توفت بثلاث طعنات وماتت موتة بيقولوا إن هي محدش يعرف سرها لغاية دلوقتي، ولكن الجار ده اللي هو هلفط بالكلام أو اللي هو اتكلم كتير والناس سمعته وبلغت المعلومة للرئيس المباحث، قال له بالفعل انا اعرف ان اسماء كانت في الوقت ده عايشة لوحدها، وخصوصا بعد وفاة والدتها وهما الاتنين فقط لا غير اللي كانوا عايشين في الوقت ده مع بعض. اتفقت مع واحد صاحبي عنده 27 سنة برضو وقلت له احنا هنباغت اسماء، هنخبط على الباب ونطلع على السلم، هي هتفتح الباب، اول ما تفتح الباب على طول نزق الباب وندخل على طول، نسرق الدنيا كلها ونظبط دنيتنا ونظبط حالنا. وقد كان الاتنين بالفعل اتفقوا على الموضوع ده، خبطوا على أسماء، واحد طلع فوق وواحد طلع تحت، على السلم تحت وعلى السلم فوق. المهم دخلوا على طول، أسماء فتحت الباب بتبص مين اللي بيخبط على الباب، ما لقيتش أي حد، هي متخيلة إن الدنيا كلها سلام ومفيش أي حد والدنيا كلها أمان والناس كلها عارفها. المهم أول ما فتحت الباب وبدأت تبص على السلم مين اللي بيخبط، دخلوا الاتنين عليها، واحد مسك بقها على طول ودخلها جوه الشقة وبدأ الضرب فيها على طول من غير أي رحمة، 3 طعنات نافذة قتلوا أسماء على طول في الحال، وهي بتقاومهم في الوقت ده واحد مسك راسها وراح خبط دماغها في الترابيزة المتواجدة داخل الصالة.
ماتت على طول متأثرة بجراحها ومتأثرة بالإصابة بتاعتها الكبيرة. بدأوا إن هم يسرقوا جميع محتويات الشقة وهربوا. الموضوع بعد كده زي ما قلنا ما تعرفش من الوقت ده في الشرطة سنة 2015، محدش قدر يجيب المعلومات ومحدش قدر يعرف الجاني مين في الوقت ده تحديدا. بعد 7 سنين بعد قعدة هلفطة مع شخص معين وعشان ربنا عادل أظهر الحقيقة، الاتنين اعترفوا بكل حاجة والاتنين اتواجهوا مع بعض، الشخصين اللي هم عملوا الجريمة دي من 7 سنين. رئيس المباحث جابهم حطهم قدام بعض والاتنين اعترفوا اعترافات كاملة بكل الموضوع اللي حصل بينهم وبين رحمة الله عليها اسمه. الموضوع اللي اتكشف وتحل لغزه بعد 7 سنين من قفل القضية. رحمة الله عليها أسماء، الدم ما بيضعش، حق الدم ما بيضعش. الاتنين دول على فكرة خدوا 4 أيام على ذمة التحقيق، اتحولوا للنيابة وإن شاء الله هيتروحوا على طول للقضاء وإن شاء الله الحكم هيبقى في الموضوع ده سريع. مفيش قضية تتقفل وبتتكتب عليها حرف إكس اللي هي اللغز. كده كده الجريمة إن شاء الله بتبان في وقت معين ربنا سبحانه وتعالى رايد بيه وقايل بيه ان هو في الوقت المعين هيتحدد. دم اسماء ما راحش هدر. تحية شكر لرئيس مباحث المنصورة تحديدا. الموضوع اتقفل وهنتابعه لحظة بلحظة. خلص الموضوع اتقفل والخبر اللي نازل على وسائل التواصل الاجتماعي فك اللغز اللي قديله 7 سنين. هنا احنا عايزين نتكلم على حاجة صغيرة. كم مننا قرايب ستات او رجالة سايبينهم عايشين وحدهم جوه بيوتهم؟ كم مننا ناس كتيرة عايشة لوحدها جوه بيوتها ومحدش بيسأل عليهم ولا حد بيعرف هما بيعملوا ايه ولا بياكلوا ايه ولا بيفطروا ايه ولا اي حاجة في الدنيا؟ محدش بيسأل عليهم، محدش بيعرف ان هما تعبانين ولا مش تعبانين، محدش بيسأل عليهم ولا بيعرفهم، لان كل واحد النداها اغداه، النداها اللي هي الحياة الدنيا اللي هي ماشية على طول. النهاردة اليوم بيعدي، السنة بتعدي، السنتين بيعدوا، ال10 سنين بيعدوا، محدش عارف الوقت شكله ايه. ودي من علامات يوم القيامة على فكرة. هنا عشان عايزين نقول كلمة صغيرة صغيرة قوي. رقم واحد، يا ريت ان احنا نود قرايبنا ونتصل بيهم يوم ورا التاني علشان الناس كلها تعرف ان الناس دي ليهم عزوة وليهم اهل بيسألوا عليهم يوم ورا التاني، سواء راجل او سواء ست، وخصوصا المسنين اللي سايبينهم كتير ومحدش بيسأل عليهم، حتى ولادهم اللي هم كمان من صلبهم ما بيسألوش عليهم تحديدا زي ما قلنا المسنين. فما بالكم لما تكون واحدة عايشة لوحدها عندها 20 ولا 30 ولا 40 ولا 50 سنة ومحدش بيسأل عليها ولا بيقول لها أي كلام في أي كلام، كل الليلة تليفون كل شهر وخلص على كده. رحمة الله على أسماء اللي توفت، ادعو لها بالرحمة، قدلها 7 سنين ميتة واللغز بتاعها اتفك من ساعات قليلة أو من أيام قليلة. ربنا ما بيسيبش حق حد، ربنا عادل، الدم حقه ما بيروحش. رحمة الله عليها. وما تنسوش الأهم من ده كله، اسألوا على قرايبكم اللي غايبين عنهم وغايبين عنكم بقالهم سنين. سلام عليكم.